كيف لها أن تفكر بعيدها كباقي نساء العالم في شهر مارس أو تحتفي بأمومتها المختطفة والمخفية؟ هن أمهات المختطفين في اليمن واللواتي لم يعد لديهن أي أحلام أو أمان سوى معرفة مصير أبنائهن المخفيين منذ أكثر من 3 أعوام. يمضي عام تلو عام ويدخل عام جديد وأنت ما زلت بعيدا عني في غيائب السجن المظلم، ويتمادى سجانك يا ولدي في تعذيبي وقتلي بإخفائك عني ومنعي حتى من زيارتك لتكتحل عيني برؤيتك ويطمئن قلبي المكلوم عليك. من الحديدة هذه المرة وتحديدا من أمام مبنى الأمم المتحدة بالمحافظة، أقامت الأمهات وقفة احتجاجية وأطلقنا نداء استغاثة جديد بالتزامن مع وجود لجنة الخبراء الحقوقية الدولية في اليمن. ناشدت الأمهات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإنسانية سرعة التدخل لإنقاذ المئات من أبنائهن المختطفين والمخفيين قسرا في سجون جماعة الحوثي المسلحة. إن جماعة الحوثي المسلحة تستمر وتتمادى في إخفاء ما يقرب 100 مختطف من أبنائنا داخل سجونهم المظلمة والمفتقرة لأبسط سبل الحياة الكريمة في الأمن المركزي والبحث الجنائي وكذلك في سجون الزيدية والضحي بالمحافظة. بلا ذنب ولا مصوغات قانونية تختطفهم الميليشيا وتخفيهم في سجون الدولة ومبانيها بعد أن استولت عليها وحولتها لأوكار لممارسة بطشها وجرائمها أمام تجاهل وخذلان المنظمات الدولية والمحلية. وبالرغم من حرمانهم من أبسط حقوقهم وتماديها في تعذيبهم لدرجة أن تسببت بإعاقة العشرات إن لم يكن الموت، فلا تزال قضيتهم هامشية ولا تحظى باهتمام العالم. فهل ستصل نداءاتهن اليوم ويجدن من يلتفت لمعاناتهن التي طالت؟